سينيك نوز في سينيك نوز اليوم مش نرجع بكم على جان في 98 وواحد من أروع ما تعمل في السينما العالمية. ان فيلم النجم نقولوا عليه دخل في الليستة متاع لي غران كلاسيك اي بور كوز فيلم جمع لو ليجندير الباتشينو بلو مانيفيك كينو ريفز. نحكي على لاسوسي دو ديابل الفيلم اللي يروي قصة محامي شاب تالونتيو يربح قضاياه الكل في محاكم فلوريدا الشيء اللي يخليه يتلقى عرض للخدمة في كابينة كبير في نيويورك لا كابيتال دو موند. كيفين لوماكس يلقى روحه في عالم لوكس برشا وتتعطلو دي دوسي اختيرة يلقى روحه مش قادر على حلينها لولا الباريناج اللي تعمله من عند لو غران باترون مسيو ميلتون اللي يهتم به اهتمام خاص ويوفر له ظروف معيشه دوخ تخليه يدخل في حاله عدم سيطره على روحه وعلى مرته اللي هزها معه لنيويورك لكن لقات روحها في ظروف متاع بريسيون الهدف منها هو تبعيدها على رجلها. اونيفي الفيلم يبدا نورمال لكن نكتشفوا بعد انه ان فيلم فانتازيك وقت اللي يطلع مسيو ميلتون عنده دي بوفوار سبيسيو مش على خاطره عبد اكستراوردينير اما على خاطره الشيطان لو ديابل ان بيرسون. الفيلم فيه دي ديسكوسيون فيلوزوفيك حلوين برشا تشكيك في كل شيء وديمونسيون اخرى متاع تفكير بعيدة على التخميم البسيط متاع الانسان العادي. الباتشينو اعطانا في لاسوسيي دو ديابل دي مونولوج من اقوى ما فما يتقرأ وتوا في مدارس السينما في العالم والفيلم ينتهي بدي سين دو ريفليكسيون يمسوا المتفرج ويأثروا فيه ويخليوه يطرح برشا تساؤلات. بريف سي فورتمون كونسيي كان التوا ما تفرجتوش في لاسوسيي دو ديابل فيلم المخرج تايلور هاكفورد انكم اتكونساكريو ساعتين ونص بوغ ان غران مومون دو سينما. سينيك نوز اليوم وفات موعدنا لحد الجاي وفيلم اخر خالد يقولكم تحية. Cinéknouze.